السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ها نحن نلتقي في الحصة الثالثة من المراجعة في مادة العلوم الطبيعة والحياة. إذا اليوم نتطرق إلى حل موضوع أو تمرين في وحدة الجيولوجيا. إذا هذا التمرين كان مقترح في بكالوريا تجريبي لعام 2019. إذا لنبدأ في قراءة التمرين. إذا التمرين يقول: تتميز مناطق البناء ومناطق الغوص. إذا بنشاط ماجماتي ينتج عنه تشكل براكين وسلاسل جبلية. إذا نحن نعلم بأن على مستوى منطقة البناء، يعني على مستوى الظهر وسط محيطية، إذا عندنا صعود الماجما وينتج هذا الماجما الذي يصعد على سطح إذا القشرة المحيطية، إذا في بناء يعني القشرة المحيطية أو تجديد القشرة المحيطية. إذا وفي منطقة الغوص كذلك ينتج إذا من انصهار البيريدوتيت ماجما. إذا الماجما اللي راح يصعد على سطح القشرة الأرضية لكي يشكل إذا سلاسل جبلية. إذا بهدف التعرف على هذا النشاط الماجماتي نقترح الدراسة التالية. إذا الجزء الأول من هذا التمرين يقول: على مستوى الظهرات ومناطق الغوص تنبثق صهارة ينتج عن تبرده صخور نارية مميزة للقشرة المحيطية. إذا قلنا عندما إذا يصعد الماجما على مستوى القشرة المحيطية يشكل لنا صخور التي نسميها بالصخور النارية، مثل إذا البازلت البازلت والجابرو. وأخرى مميزة للقشرة القارضية، قلت تعلم بأن على مستوى القشرة القارضية إذا صعود الماجما يسمح بتشكل صخور القشرة الأرضية المتمثلة إذا في الغرانيت، جرانودوريت، الأنديزيت، أريويت. إذا جدول الوثيقة واحد، هذا الجدول الوثيقة واحد يوضح معلومات عن نسبة بعض العناصر الكيميائية وعن البنية النسيجية في صخر البازلت، قلنا المكون للقشرة المحيطية، وصخر الأنديزيت والجرانودوريت المكونين للقشرة القارضية. يعني هذه خديناها كمثال صخور، لأن في صخر القشرة المحيطية قلنا هناك كذلك إذا الجابرو، في القشرة القارضية قلنا كذلك يوجد إذا الغرانيت والريوليت. إذا معطيات الجدول، أشطونا هنا في الجدول، أعطونا العناصر الكيميائية الموجودة في بعض الصخور النارية اللي قلنا البازلت موجود في القشرة المحيطية، الجرانودوريت والأنديزيت صخور تنتمي إلى القشرة القارية. إذا لاحظوا معايا هنا بالنسبة للعناصر المعدنية، إذا عندنا أكسيد السيليس أو السيليس، إذا البازلت تحتوي على 49.8، الجرانودوريت والأنديزيت تحتوي على كمية أكبر، عندنا 57.64 و 59.5. إذا نلاحظ بأن أو نقول عن البازلت بأنه يفتقر للسيليس عكس الجرانودوريت والأنديزيت. إذا الصخور الغنية بالسيليس كما سبقنا وأن ذكرنا في الدرس هي صخور غنية بالسيليس، هي صخور حامضية، صخور حامضية. أما الصخور التي تفتقر للسيليس هي صخور قاعدية، يعني الجرانودوريت والأنديزيت تكون صخور إذا حامضية، أما البازلت سيكون إذا البازلت عبارة عن صخر قاعدي.
لاحظ كذلك بالنسبة إذا الألومنيوم إذا تقريبا يعني النسبة متساوية، نقول بأن دائما البازلت إذا كمية عند البازلت كمية الألومنيوم أكبر إذا عن الجرانيت والجرام جوريت والأنديزيت. بالنسبة لـ FOMG يعني الحديد والمغنيسيوم، نلاحظ بأن الحديد والمغنيسيوم موجود كمية كبيرة في البازلت عكس الجرانيتوريت والأنديزيت التي تحتوي على كمية أقل. وعطوني هنا البنية النسيجية، إذا البازلت يتكون من معادن صغيرة ميكروليتية ضمن زجاج بركاني، وهذا شفناه في الدرس. إذا الجرانيتوريت يتكون من معادن كبيرة وواضحة، والأنديزيت كذلك يعني يشبه في بنيته في البنية أقول البازلت، هو كذلك يتكون من معادن صغيرة زائد ميكروليتات ضمن زجاج بركاني. إذا السؤال المطروح هنا في هذا الجزء الأول، انطلاقا من التركيب الكيميائي للصخور الموضحة في الوثيقة واحد، هاي الوثيقة، حدد خاصية تمييز أو تميز عفوا صخور القشرة القارية عن صخور القشرة المحيطية. إذا عاود نقول بأن هنا الجزء الأول السؤال الأول، البازلت قلنا ينتمي إلى القشرة المحيطية، هذا البازلت قلنا بأنه غني بالحديد والمغنيسيوم ويفتقر للسيليس. بالنسبة للغرانوزيوليت والأنديزيت العكس، إذا غنية بالسيليس وتفتقر للمغنيسيوم والحديد. وبالتالي الخاصية التي تميز هذه الصخور يعني القشرة صخور القشرة القارية عن صخور القشرة المحيطية، أن البازلت صخر ناري قلنا قاعدي لأنه يفتقر أقول للسيليس، وبما أن إذا كمية الحديد والمغنيسيوم عالية فهو صخر داكن اللون، صخر داكن اللون لأن الحديد والمغنيسيوم يكون موجودة بنسبة عالية. الجرانوديوريت والأنديزيت هي صخور حامضية قلنا غنية بالسيليس تفتقر للحديد والمغنيسيوم، فهي صخور فاتحة اللون، فهي صخور فاتحة اللون. إذا ننتقل الآن للسؤال الثاني الذي يقول قارن بين البنية النسيجية للصخور الثلاثة يعني البازلت جرانوديوريت والأنديزيت واستنتج ظروف ومكان تشكل كل صخر. إذا استنتج ظروف ومكان تشكل كل صخر. إذا رأينا إذا راح نقارنوا بين البنية النسيجية، إذا رأينا بالنسبة للبازلت والأنديزيت يعني كلها صخور نارية كلها ناتجة عن إذا الماجما، هنا بالنسبة للبازلت والأنديزيت نلاحظ بأن معادنها صغيرة ميكروليتية وضمن زجاج بركاني، يعني هذه الصخور معادنها معناها ما كانش عندها الوقت الكافي حتى إذا تتبلور كليا، فهي صخور إذا ذات تبلور غير تام، على هذه اللي قالوا لنا معادن صغيرة وميكروليتية. نروح للجرانوديوريت، ولاحظ بأن الجرانوديوريت عكس هذه الصخور فمعادنه كبيرة وواضحة، يعني المعادن أخذت الوقت الكافي حتى تتبلور وتصبح واضحة بالعين المجردة. إذا قارنا بين هذه الصخور، عنده جرانوديوريت بنية حبيبية يعني تبلوره كانت، أما الأنديزيت والبازلت فبنيتهما ميكروليتية يعني قلنا التبلور في هذه الحالة كان غير تام. استنتج ظروف ومكان التشكل، أين تشكلت هذه الصخور
وما هي ظروف تشكلها. إذن المكان، إذن شفنا في الدرس كله بأن الصخور اللي عندها بنية ميكروليتية هي الصخور التي تتشكل على سطح القشرة. إذن في البازالت تشكل على سطح القشرة المحيطية، أما الأنديزيت تشكل على سطح القشرة القارنية. هذا بالنسبة لمكان التشكل. والظروف، هل الظروف على السطح وفي الباطن متماثلة؟ لا لا. إذن بالنسبة لي الغرانوديوليت هو الصخر الذي تشكل في الأعماق لأن معادنه كبيرة وواضحة. قلنا هذا بالنسبة للمكان. الآن الظروف، بما أن المكان يختلف إذن بالنسبة للظروف حتما ستكون مختلفة. فبالنسبة للبازالت والأنديزيت قلنا تشكلوا إذن على السطح، فتشكلوا في مكان درجة حرارة كانت منخفضة، يعني تشكلوا في وسط كان التبرد سريع على السطح القشرة القارنية ولا القشرة المحيطية، إذن درجة حرارة تكون منخفضة، وبالتالي تشكل الصخرين على سطح القشرة القارنية المحيطية بالنسبة للبازالت والأنديزيت، إذا القشرة القارنية، إذا التبرد كان سريع. علاش؟ لأن التشكل إذا كان على السطح، على مستوى السطح. أما الجرانوديوريت، إذا بما أن معادنه كبيرة قلت خذت الوقت الكافي لكي تتبرد، إذا أين تشكل الجرانوديوريت؟ الجرانوديوريت تشكل في الأعماق، يعني على مستوى القشرة القارية، هو صخر اندساسي. إذا هذا بالنسبة للمكان. بالنسبة للظروف، إذا التبرد ديالو كان بطيء. إذا هذا هو الفرق بين صخور إذا القلة التي تتبرد بسرعة على السطح، فالبلورات أو المعادن لا تتبلور كليا، يعني التبلور ديالها يكون بطيء جدا، وبالتالي لا تكون واضحة بالعين المجردة، عكس الصخور الاندساسية التي تأخذ الوقت الكافي لكي تتبلور معادنها فتصبح واضحة بالعين المجردة. إذا الآن ننتقل إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني يقول إذا تتشكل الصهارة التي تعطي صخر البازالت في مناطق البناء، يعني على مستوى الظهرة وسط المحيطية، وصخري الأنديزيت والجرانوديوريت في مناطق الغوص، انطلاقا من انصهار صخور نارية أخرى في الأعماق. يعني الصهارة اللي راح تعطيني صخور القشرة المحيطية كما البازالت، وصخور القشرة القارنية كما الجرانوديوريت والأنديزيت، إذن هذه الصهارة ناتجة عن انصهار صخور نارية أخرى في الأعماق. راح نتكلم عن الصخر هذا. إذن ولتحديد نوع هذه الصخور شكون هي وظروف انصهارها، نقدم الوثيقة الثانية. الوثيقة الثانية تموضع، إذن عندنا الشكل ألف يمثل، إذن نعنى الشكل ألف يمثل منحنيات الحرارة المتساوية، يعني منحنيات التسوية الحرارية، إذن أو ما يسمى بالإيزوتير، على مستوى منطقة البناء، يعني على مستوى الظهرة وسط المحيطية، وعلى مستوى منطقة الغوص. إذن ويوضح الشكل ب. إذن عندنا هنا في صفحة أخرى عندنا إذن الشكل ب. الشكل ب، راح نعاود نولي عندك الشكل ب، يوضح شروط انصهار البازالت الجاف والبازالت المميل. يعني شكل ب يمثل شروط انصهار البازالت المميه والبازالت الغير مميه او البازالت الجاف. الشكل جيم ماذا يوضح؟ الشكل جيم يوضح شروط انصهار البيريدوتيت الجاف
يعني الغير مميه والبيريدوتيت المميه. على شكل الجيم يمثل او يبين شروط انصهار كل من البيريدوتيت المميه والبيريدوتيت الغير مميه. يعني هنا راح نتعرفوا اذا الصخر الناري الاخر الذي تنتج عنه اذا صخور القشره القاريه وصخور القشره المحيطيه بعد انصهاره الجزئي راح يكون اذا احدى هذه الصخور. نقول اذا هل هو البازات ولا هل هو البيريدوتيت؟ اذا سؤال الاول للجزء الثاني ماذا يقول؟ باستعمال شكل ألف للوثيقة تنين حدد العمق ودرجة الحرارة التي توجد فيها كل عينة صخرية A B C واستخرج الاختلاف بين البيريدوتيت A و C موضحا علاقة تحول الصخور من الـ R1 إلى الـ R2 إلى الـ R3 بهذا الاختلاف. إذا راح نروح إلى الشكل وراح نبين الجزء الشطر الأول من السؤال الأول اللي هو راح نحدد العمق ودرجة الحرارة التي توجد فيها العينة A، العينة B والعينة C. إذا الشكل ألف وش عندنا هنا؟ عندنا الصخرة، إذا هنا العينة A، عندنا العينة B في هذه المنطقة، العينة B عندنا في هذه المنطقة، العينة C، العينة C. إذا هنا غنلاحظوا على سطح القشرة المحيطية عندنا البازلت، على مستوى القشرة القارية إذا عندنا الجرانوديوريك اللي قلنا هو صخر الانديساسي، يعني يتشكل على مستوى القشرة ولا يتشكل على مستوى السطح. والانديزيت كيما البازلت هي صخور ميكروليتية إذا تشكلت على السطح والتبرد ديالها كان سريع لانخفاض درجة الحرارة. إذا عندنا هذه المنحنيات المتنقطة هي منحنيات التسوية الحرارية اللي قلنا بأن كلما اتجهنا نحو الظهر وسط محيطية إذا زيد درجة الحرارة على جال صعود منحنى 1300 كنا هضرنا عليه في الدرس. كل هذا منحنى 1300 مهم جدا لأنه منحنى راح يفصل ما بين إذا الأستيروسفير والليتوسفير، يعني يفصل بين صخرين إذا ذات حالة فيزيائية مختلفة. الأستينوسفير يتكون من بيريدوتيت يكون لدن، أما بالنسبة للليتوسفير يتكون من بيريدوتيت الذي يكون صلب. إذا قالوا لي هو صخر بيريدوتيت ينتمي للبرنس العلوي الطافي، إذا في منطقة الغوص هنا ينتمي إلى البرنس العلوي الطافي إذا للقشرة القارية، يعني اللوحة الطافية. ب صخر بازلت ينتمي كما تلاحظون هنا للقشرة المحيطية إذا الغائصة. س صخر البيريدوتيت الذي ينتمي للبرنس إذا العلوي إذا تحت الظهر وسط محيطية. والإر أن إر دو إر تخوا هي صخور تنتمي إلى القشرة المحيطية الغائصة، وكان سبق لنا وتكلمنا عليهم في الدرس إذا راكم تذكروا هو على مستوى منطقة الغوص عندي الشيست الأخضر، الشيست الأزرق والإكلوجيت الناتجة عن تحول الجابا. إذا نجاوب عن الشطر الأول مش يقول حدد درجة حرارة وحدد إذا العمق لكل صخر. إذا هنا بالنسبة لأ، إذا لاحظ أ راه موجود على هذا المنحنى اللي هو منحنى التسوية الحرارية ألف. شوفوا أ راه موجود على خط التسوية الحرارية
ألف عفوا ألف دونك درجة حرارة الصخر أ، إذا هي موجودة عندي في درجة حرارة ألف. والأعماق إذا نديرو هنا بالإسقاط، والأعماق إذا راه موجود في العمق حوالي 120 كيلومتر، عندي هنا 100 هنا 150، إذا حوالي 120 كيلومتر. نروحو للصخر بي، إذا الصخر بي راه موجود على منحنى التسوية الحرارية هذا اللي هذا الأول اللي هو 1400 عفوا اللي هو 400 درجة، إذا هذا بي راه ينتمي إلى هذا المنحنى الأول هنا اللي هو 400 درجة. بالنسبة للعمق إذا هنا العمق راح يكون بالنسبة لصخر الصخر بي هذا راح يكون في العمق حوالي 150 كيلومتر، 150 كيلومتر. أما بالنسبة للصخر سي الموجود تحت الظهرة وسط محيطية، إذا درجة الحرارة هي 1300، إذا عندنا صعود هذا المنحنى قلنا تحت الظهرة، إذا صعود المنحنى 1300، دونك عندنا سي درجة حرارته 1800 عفوا 1300. الو العمق، اذا عمق موجود في عمق حوالي يعني راح يتراوح هنا ما بين اذا 5 الى 10 كيلومتر، حوالي 5 الى 10 كيلومتر. هذا فيما يخص الشطر الاول من السؤال. الشطر الثاني ماذا يقول؟ اذا قالوا لي هنا استخرج الاختلاف بين البيريدوتيد ا والبيريدوتيد سي. بيريدوتيد ار موجود في منطقة الغوص، والسير موجود في منطقة الظهرة وسط محيطية. إذا مقارن بين هذين الصخرين موضحا علاقة تحول صخور من اخ ا الى اخ توا بهذا الاختلاف. إذا شكون اللي يكون عنده علاقة يعني بين هذه الصخور مع هذا الاختلاف الذي حدث لاخ ا الى اخ توا؟ طبيعة هذا يكون الصخر بيريدوتيد ا الموجود في منطقة الغوص، لأن تحول هذه الصخور سيحدث على مستوى منطقة الغوص. ألقى الاختلاف بين أ و س، إذا عندي س موجود تحت الظهرة وسط محيطية، و س هو بيريدوتيد جاف يعني غير مميز الذي ينتمي إلى البرنوس، إذا العلوي للصفيحة، إذا عفوا البرنوس العلوي، هذا البرنوس العلوي اللي تسفر. بالنسبة للصخر أ هو صخر بيريدوتيت مميز، هنا جاف وهنا مميز، الذي ينتمي إلى إذا البرنوس العلوي للصفيحة الطافية. إذا ما هي الآن علاقة إذا هذا يعني صخر أ، إذا صخر أ وتحول إذا الصخور المتحولة من اخ إلى اخ 3. إذا يعود الاختلاف هنا قلنا بين الأ والسي إلى أن الأ صخر مميز والسي عفوا السي نعم صخر جاف. إذا قلنا الصخر السي هو صخر جاف والصخر أ مميز، إذا لماذا هذا الصخر بيريدوتيد مميز في هذه المنطقة؟ وش عنده علاقة بتحول هذه الصخور؟ إذا نعلم بأن R1 عندما يتحول إلى R2 سيفقد الماء، R2 عندما يتحول إلى R3 سيفقد الماء، وفقدان الماء هذا يعني الصخور هنا راح تتجفف، علاش؟ للضغط المرتفع الذي تؤثره الصفيحة القارية على الصفيحة المحيطية، يعني الصفيحة الطافية تؤثره على الصفيحة الغائصة، فتحت تأثير هذا الضغط المرتفع ستفقد هذه الصخور الماء، مما يجعل هذا البيريدوتيت مميز. والماء بيريدوتيت هذا المميز، هذا الماء يعمل على تخفيض درجة انصهار البيريدوتيت، فهنا هذا البيريدوتيت درجة حرارته انخفضت لتشبعه بالماء الناتج
عن تجفيف هذه الصخور المتحولة، وقلنا درجة حرارة هنا إذا تكون منخفضة ماذا يحدث للصخر؟ سيحدث له انصهار جزئي في هذه المنطقة. دونك العلاقة بين التحول وتميه هنا الصخور الصخر هذا، لأن هذه الصخور عندما تتحول إذا تحت تأثير الضغط طبيعة الحال المرتفع والحرارة المنخفضة ستتجفف هذه الصخور بفقدانها الماء. الماء يعمل على إذا تمييه البيريدوتيت، والبيريدوتيت المميز هنا إذا تحت تأثير الضغط ودرجة حرارة منخفضة يعني عمل الماء على تخفيض درجة انصهار البيريدوتيت، هذا البيريدوتيت راح ينصهر هنا في هذه المنطقة انصهار جزئي راح نهضر عليه لاحقا في السؤال الأخير. إذا ننتقل إلى آخر سؤال تنين دائما للجزء الثاني، انطلاقا من إجابتك في السؤال واحد، أنا جاوبنا في سؤال واحد، وباستغلالك للشكلين ب و ج، ب و ج، حدد المجال الذي تنتمي إليه العينات الصخرية A B C، يعني الصخور اللي تكلمنا عليها سابقا راح نحدد مجال وجود هذه الصخور، ثم استنتج مصدر الصغارة للنشاط الماغماتي في منطقة الغوص ومنطقة البناء. احنا قلنا اذا راح ينصهر الصخر الناري ديالنا ينصهر وراح يعطيني الماغما، يعني سبقت في الاحداث تكلمت على بزاف على البيريدوتيت، اذا قلنا انصهار شكون هو الصخر اللي راح ينصهر هنا اذا في منطقة الغوص ومنطقة البناء باش يعطيني الصغار. اذا لاحظوا معي جيدا الشكل، نبدا بالشكل جي، شكل جي قلنا عندي صخر ا وصخر سي هنا، علاش؟ لان راح نتكلم على البيريدوتيت المميز والغير مميز، وهنا راح اذا راح نحطوا بي في احدى المجالات لان بي قلنا هو صخر البازالت، اذا البازالت المميز او الغير مميز راح يكون ينتمي الى احدى المجالات الثلاثه هنا، و ا و س تنتمي الى احدى المجالات. اذا راح نحط ا في هذا المجال تنين، في المجال تنين نقول لي علاش المجال تنين، باسكو قلنا بالنسبه ل ا يكون في درجه حراره 1000 وفي عمق 120، في درجه حراره 1000 والعمق 120، دونك ا ينتمي الى هذا المجال اللي هو مجال صلب سوليد ومجال سوليد ليكيد، يعني مجال سائل صلب والمجال الصلب. هنا قلنا ا هو صخر اذا مميز، يعني بيريدوتيت مميز. نروح الان الى المجال الذي ينتمي اليه سي، هل هو المجال واحد ولا المجال ثلاثه؟ سي واش قلنا عليه؟ قلنا اذا موجود في عمق اذا يتراوح ما بين 5 الى 10 حوالي 10 كيلومتر، وبالنسبه لدرجه الحراره التي ينتمي اليها هي اذا او اللي موجود فيها هي 1300، يعني سي موجود في المجال 3 وهو دائما المجال السائل الصلب يعني سوليد ليكيد. نروح الان الى بي، علاش انتقلنا الى هذه المنحنى؟ لان بي هو البازالت وليس بيريدوتيت. اذا بي وين نلقاه؟ في اي مجال؟ بي ينتمي الى مجال واحد فتحه. علاش واحد فتحه؟ باسكو قلنا بي موجود في درجه حراره 400 اذا والعمق 150، اذا بي راه ينتمي الى هذا المجال. اذا حددنا المجالات، قالوا لي الان استنتج مصدر الصهار لنشاط المغماتين في منطقة الغوص ومنطقة البناء. إذا هل الصغارة ناتجة في منطقة البناء والغوص؟ هل هي ناتجة من إذا انصهار البيريدوتيت الجاف أو المميز؟ وهل هي ناتجة عن انصهار إذا البازالت؟ نروح نشوفوا بالنسبة لي
الصخر الذي ينتمي إلى المجال سوليد ليكي. إذن بالنسبة للصخر هو الصخر البيريدوتيك المميز. هنا بالنسبة لي يوجد في عمق كبير، يعني الضغط كبير من اوت بريسيون، درجة حرارة منخفضة، يعني بالنسبة لشروط انصهار الجزئي ديال البيريدوتيك راهي متوفرة بالنسبة لي. فأ هو بيريدوتيك مميز ينتمي إلى منطقة الغوص. إذن هنا الأ يعني بيريدوتيك المميز في ظروف إذن متوفرة كل من ضغط مرتفع وحرارة منخفضة سينصهر جزئيا هذا البيريدوتيك. كينصهر يعني غرفة ماغماتية، هذيك الغرفة الماغماتية راح تتشكل، وإذا صعد الماغما إلى السطح يتبرد بسرعة يعطيني صخر الأنديزيت إذا أو صخر أريوليت، وإذا بقي على مستوى القشرة القارية سينتبرد ببطء إذا ويعطيني جرانيت أو جرانو ديوريت. نروح للصخر سي، الصخر سي اللي قلنا ينتمي إلى المجال 3 سوليد ليكيد، سوليد ليكيد يعني حتى بالنسبة للبيريدوتيت سي اللي هو جاف على مستوى يعني موجود تحت الظهرة وسط محيطية، هنا واش عندي بالنسبة قلنا راح يرتفع الأستينوسفير، راح يرتفع منحنى 1300، راح يرتفع إذا مستوى انقطاع مهو، وراح تكون درجة حرارة مرتفعة تحت الظهرة وسط محيطية، والقشرة نتيجة حدوث انهيار أو خندق الانهيار، فقلنا القشرة المحيطية أو الميتوس المحيطي يكون رقيق جدا في هذه المنطقة، يعني الضغط سينخفض في هذه المنطقة والحرارة سترتفع في هذه المنطقة، وشروط هذه متوفرة حتى ينصهر البيريدوتيك إذا جزئيا. البيريدوتيك الذي ينصهر جزئيا تحت الظهرة إذا سيصعد إلى القشرة المحيطية ويشكلنا الغرفة الماجماتية. قلنا إذا صعد الماجما على سطح القشرة المحيطية يتبرد بسرعة وراح يشكل لنا صخر البازالت اللي هو قلنا بنية ميكروليتية تكلمنا عليها سابقا، وإذا بقي ذاك الماجما في الماجما في الغرفة الماجماتية وتبرد ببطء راح يعطيني صخر الجابرو وشفناه في الدرس إذا راكو تتذكروا. الآن نروح إلى صخر بي اللي هو صخر البازالت. إذا البازالت المميز والغير مميز موجود إذا في درجة حرارة إذا جد منخفضة، هنا يعني حرارة منخفضة يعني تقول جد منخفضة مقارنة ب 1300 ولا 1000، درجة حرارة منخفضة، ووجوده في هذا المجال إذا الصلب لا يسمح للبازالت إذا أن ينصهر، ومنه نقول بأن البازالت ليس بمصدر الصهارة التي تصعد على سطح القشرة القارية وبالتالي لا ينصهر ومراش يعطيني الماجما. إذا أتمنى أعزائي التلاميذ أن يكون الشرح إذا واضح، وأتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة بحول الله.